ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعنا تاني للمسلسل التمن، والنهارده بنتكلم مع بعض عن ملخص احداث الحلقه 53، واللي تبدا بكرم اللي كان تعبان ومريض جدا. هاله كانت قاعده جنبه، سمعته بيخطرف وهو سخن جدا وبيقول بحبك يا ساره. اتصدمت ساعتها وما بقتش عارفه تعمل ايه. ابراهيم قاعد بيتكلم مع ناديه في موضوع نور واكتئابها، وانها لازم تعرض نفسها على الطبيبه بتاعتها لانها رافضه تماما الاولاد. وبيجي بعد كده سالم وبيصالح ام سعيد وبيتكلم معاهم، وبيقول ان ليل لسه برضه العلاقه بينها وبين ابوها فيها مشاكل، علشان كده قال ان هو هيروح معاه على الشركه علشان خاطر يحاول ان هو يتكلم معاها ويقنعها. اما بالنسبه لهاله بتفطر مع كرم، مش بتجيب له سيره موضوع ساره خالص، بيدردشوا عادي جدا. رولا بتوصل على شركه ناصر علشان تتعين. ناصر بيقول للراجل بتاعه عينك عليها، طبعا هي راحت هناك علشان تنقل الاخبار لزين. زين بيلاقي ساره وكمان كرم قاعدين بيهزروا وبيتكلموا في الشغل، بيروح يتكلم معاهم وبيمشي. ناديه بتروح علشان خاطر تزور نور، وساعتها بتلاقيها مكتئبه جدا ومش عايزه تشيل الاولاد، وحاسه ان هي فعلا محتاجه دكتور نفسي. وبعد كده بيروح ابراهيم وبيتكلم مع ليل، وبيقولها قد ايه ان هو ندم على انه ساب فارس ابنه، وانه تبرى منه في يوم من الايام مع انه جاب ولد وسماه على اسمه. فضل يبكي وقال لها ان ابوكي مهم جدا ولازم تتكلمي وتتصالحي معاه، حتى لو بينكم مشاكل حاولي تصفوها. فضل ينصحها علشان ترجع تاني تكون مع ابوها وتكلمه ويتسامحوا. اخدته في حضنها وكانت متاثره جدا بكلامه. بينما بتروح مي الصباغ وبتتخانق هناك في شركه ناصر، وبتقول لناصر ابعد عن زين، وساعتها قالها بتهدديني، قالت له ايوه افهم اللي انت تفهمه. ورولا بتسمعهم وطبعا بتمشي على طول عشان الراجل بتاع ناصر ما يشوفهاش، وبتروح علشان تبعت رساله لزين وتقول له ان مي الصباغ كانت موجوده هنا. اما بالنسبه لناديه بتقول لابنها ان هو لازم يخلي طبيبه نفسيه لنور لانها نفسيتها تعبانه جدا. بينما سالم بيتكلم مع ليل وبتقول ان هي عايزه تتكلم مع باباها، قال لها طب دي حاجه كويسه. بتتصل بيه لكنه مش بيرد عليها، بتكون قلقان عليه وهو بيكون نايم في الفندق. بينما ساره متضايقه وبتروح تتكلم مع تيما وبتقول ازاي زين يعاملني كده كمعامله رسميه، ازاي مشاعره اتغيرت كده تجاهي. تيما قالت خليكي في مشاعرك انتي، وطبعا كانت مستغربه ان العلاقه رجعت بينهم بينها يعني وبين زين رسمي. بينما بعد كده بيروح واحد علشان يتكلم ان هو عايز جمال معاه علشان خاطر حفله، لانه عارف ان هو بيعمل حفلات كويسه جدا. وزين بيتكلم مع كرم في موضوع الشغل وبيقول ان هو هيخليه يعني الرئيس بتاع الشغل ده، وانه عايز يجيب مهندس او مهندسه زياده علشان الشغل اللي عندهم كتير جدا. رولا بتتصل بزين وبتقول ان مي صباغ كانت موجوده عند ناصر، انا سمعتها بتتكلم عنك وبتقول ابعد عن زين او حاجه زي كده، لكن ما قدرتش اسمع بزياده. اما جمال فبيتفاجئ بالراجل اللي جابه علشان يعمل الحفله. الراجل ده كان عليه ديون ليه كتير جدا وجاي علشان يطالبه بيها، وقال له خلص حفلتك ونتكلم. ليل بتكون قلقانه جدا على باباها وبتقول لسالم مش عارفه اعمل ايه، عايزه اروح للفندق، قال لها يلا بينا نروح له. اما هاله فقررت تتكلم مع كرم وتقول له على كل اللي حصل. هاله اتكلمت مع كرم وقالت ان هي سمعته امبارح وهو مخطرف وبيقول ان هو بيحب ساره. قال لها ايوه انا بحب ساره وكاتم في قلبي وهي ما تعرفش حاجه، كل ده علشان خاطر الاستاذ زين بيحبها، وكمان هو مش بيهمه غير مصلحته وغير شركته وشغله وكمان ساره. انا كتمت حبي في قلبي وخلاص هسكت على كده. قالت له طب وايه الحل؟ قال لها مفيش حل، الحل اني اقوم دلوقتي امشي واسيبك. بالفعل مشي وسابها وفضلت تنادي عليه لكنه ما سالش فيها ومشي. فضلت تنادي عليه وتبكي وتقول له معلش ارجع، لكن مشي وهو متضايق جدا. الفيديو بيخلص وفي اتكلمنا عن ملخص سريع لاحداث الحلقه 53 من مسلسل التمانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو تاني. باي باي.